بالنسبة لأخبار المحافظات، في سوهاج تم بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق دار السلام الزراعي الشرقي. أما في شمال سيناء فقد أطلقت مبادرة حياة كريمة مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية. كمان في كفر الشيخ تم تشغيل العيادة المتنقلة المجانية بمصيف بلطيم، وفي البحر الأحمر تم البدء في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية وفي الغردقة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا أعلنت المحافظة عن انخفاض معدل المواليد خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعددهم خلال النصف الأول من عام 2023 ب 3867 مولود، ونجحت المحافظة في تحقيق نتائج متقدمة في هذا الملف من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة. في سوهاج أعلنت المحافظة عن البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق سوهاج دار السلام الشرقي في إطار خطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وده رفع كفاءة الطريق الحيوي والهام اللي بيشهد كثافة مرورية يومية وبيشمل المسافة من مدخل قرية عرب العطيات البحرية وحتى محور دار السلام كمرحلة أولى بطول 4.5 كيلومتر، وبتشمل الأعمال توسيع وإعادة رصف الطريق. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه اليوم الأربعاء عن مدينة الباجور وقرية شبرا زنجي من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 الظهر لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. في شمال سيناء أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي على أهالي المحافظة، شملت مراكز رفح والشيخ زويد والحسنة ونخل والعريش وبئر العبد ورمانة، وجرى توزيع اللحوم وفقاً لقواعد البيانات المتوفرة في كل محافظة لتصل لكل قرى سيناء، وتهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجاً بما في ذلك المرضى والمسنين والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة. في الشرقية أعلنت مديرية الطب البيطري الانتهاء من فحص أكثر من 4000 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري، وده بالتعاون بين إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات. في بورسعيد نفذت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي حملتها الميدانية للمرور على عدد من المناطق السكنية وتوزيع إنذارات تنبيه بسرعة سداد متأخرات إيجارات الوحدات السكنية بعدد من مناطق الحي، وده في إطار حث المواطنين على سرعة سداد هذه المتأخرات وعدم تراكمها، وحيث تم تخصيص فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعة داخل نطاق الحي لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية والمحلات تيسيراً على المواطنين. في كفر الشيخ أعلنت مديرية الشؤون الصحية بدء تشغيل العيادة المتنقلة المجانية ضمن فعاليات القوافل العلاجية للتأمين الطبي بمدينة نصيف بلطيم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتزامن مع موسم صيف 2024، وبتتمركز العيادة المتنقلة بمدينة نصيف بلطيم ومواعيد عملها من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 9 مساء. في البحر الأحمر بدأت مدينة الغردقة تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية، وبتشمل مناطق العرب وجبل العفش وزرزارة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وسط توجيهات حكومية حثيثة للإسراع بتنفيذ هذه المشروعات، وبتشمل أعمال التطوير تركيب بوردرات وإنترلوك ودهانات وإنارة للمناطق القديمة.